سؤالي هنا واحد شائك وواحد عادي. سؤال الشائك هنا، لو انا فعلا كنت مجرد زائر في كنيسه وانا مش مؤمن، بس كنت بزور الكنيسه وجت قنبله في الكنيسه ديت، هل الله يحسبني شهيد ضمن الشهداء؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني هو مجرد تساؤل اكاد اسمعه من بعض المشاهدين، لو حد فعلا مخلص وقتل في سبيل الله وفعل كده طبعا عن جهل لانه عايز يقدم خدمه لربنا، اتقال لنا كده زي شاول ما فعل، والكتاب بتاعكم بيقول انه بلسانه ان انا رحمت لان انا فعلت بجهل. سؤالي مهم هنا اللي نفسي اجمع اجابات فعلا من الكتاب وبصفاتكم يعني اسس، يا ريت تفيدوني، هل جهل الشخص يحميه من عقاب الله؟ وربنا يبارككم. ربنا يباركك يا اخت نهال، شكرا كثير على المداخله وكمان على الاسئله. بتحب ترد اخ؟ ما فيش مشكله. ثابت قسيس ثابت، السؤال الاول بيتكلم عن زائر بفوت على الكنيسه، الكنيسه اتفجرت وهو مش مؤمن وهو مش مؤمن والكنيسه اتفجرت، نحسبه يعني شهيد ولا لا؟ يعني هو مؤمن او غير مؤمن، هاي بنتركها لربنا. لا، هي بتقول هي السؤال بتاعها انه غير مؤمن، هو غير مؤمن. اوكي. اولا انا مش هروح السماء لاني مت قتيل او مت طبيعي بالزبط. انا رايح السماء على حساب دم يسوع المسيح بالزبط. اللي انا طلبت منه انه هو يكون مخلص، سواء مت في الكنيسه وهي بتتفجر او سواء مت بره الكنيسه ومت على فراشي او مت في مرض او مت باي شكل من الشكل او مت بحادثه. الاساس الوحيد اللي انا بروح بيه السماء مش فكره انا مت ازاي، الاساس الوحيد اللي انا بروح عليه السماء هو دم يسوع المسيح اللي طهرني من كل خطيه. فعشان كده اعتقد لا، وطبعا محتاجين بتهيالي يمكن مره نوضح في حلقه اخرى مفهوم الشهاده، يعني بالزبط هاي اعتقد مفهوم الشهاده والشهيد يعني ممكن ناخدهم في حلقه. السؤال الثاني حضرتك قسيس بيتكلم عن فعلت بجهل، فعلت يعني بجهل مثلا انا زي مثلا يعني بقول فعلت بجهل، زي مثلا الشخص اللي قتل الكاهن ده اللي هو فعل بجهل. الكلام ده كله انا حسب فكري وفهمي للكتاب المقدس ان كل انسان طلب الله باخلاص وعبد الله باخلاص الله وجده. وعلى سبيل المثال شاول فعل بجهل، الله وجده واعلن عن نفسه لي واعلن عن ذاته. اعتقد النهارده اعلان الله واصل لمعظم الناس. يعني أنا ده انا اقول حاجه ثانيه وحاجه كتابيه. كرنيليوس ما كانش يعرف الله وكان بيصلي الى الله في اعمال 10 وطلب الله وربنا قال له صدقاتك. طبعا بيصلي حسب الطريقه بتاعته مش حسب الطريقه المسيحيه ولا اليهوديه في الوقت ده. فالله سمعه، لما سمعه بعت له الشخص اللي يعلمه عن طريق الخلاص اللي هو بطرس. فلو شخص فعلا مخلص في عبادته لله وبيعبد بطريقه خاطئه الله هيبعت له اللي يعلمه، احنا هيعلن له ويبعت له اللي يعلن له واللي يوضح له. شفنا ده في كرنيليوس، نشوفه في الخصي الحبشي، نشوفه في ليدية بائعة الأرجوان اللي كانت دايما بتروح وتصلي، كانت متعبدة، لكن لما الله بعت لها بولس فتح الرب قلبها فآمنت. فأي شخص هو مخلص في عبادته الخاطئة الله هيعلن له عن الطريق الصحيح والطريق الحقيقي.